الجنوب، أهلا بكم. قام رئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الثلاثاء بزيارة لشركة مصافي عدن. أشار الرئيس القائد إلى أن عودة مصافي عدن للعمل سيعطي مؤشرا حقيقيا على دوران عجلة التنمية في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام، نظرا لما تمثله من ثقل اقتصادي كبير ومصدر إرادي بالغ الأهمية، آملا أن يعود لزيارة الشركة خلال الفترة القادمة وهي تعمل بكامل قدرتها وطاقتها الاستيعابية في الخزن والتكرير. تفقد رئيس القائد سير الأعمال الإنشائية في محطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القدرة التوليدية لكهرباء العاصمة عدن. وقام رئيس القائد بعدها بجولة في موقع المحطة التي تقام على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، مبديا ارتياحه لما شهده من وتيرة عالية في إنجاز أعمال الأساسات والصبيات الخاصة بالألواح والمحطات التحويلية، ومشددا على أهمية الحفاظ على هذه الوتيرة وسرعة استكمال ما تبقى من مراحل وإدخال المحطة للخدمة لتخفيف المعاناة عن أبناء العاصمة عدن. التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء محمد حسين عبد الله البجيري مدير عام مديرية مكيرس. وفي اللقاء تم مناقشة الوضع السياسي والعسكري في الجنوب عموما والمديرية على وجه الخصوص وما تعانيه من وضع متردد يزداد سوءا يوما بعد يوم مما يفاقم معاناة المواطنين. كما تطرق اللقاء إلى السبل الكفيلة لحلحلة بعض القضايا والمشاكل العالقة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.